أيضا بعض النساء، وهذا خطأ آخر، بعض النساء في يوم الجمعة بعدما يدخل وقت تصلي ركعتين، ما تصلي أربعة. أظن أن يوم الجمعة فرضه ركعتان وهذا خطأ، يجب أن تصلي أربعة. لكن لو أتت المرأة، فيما لو كان هناك مصلى للنساء، وأتت المرأة وصلت مع الناس الجمعة أجزأتها الجمعة بركعتيها عن الظهر التي هي أربع ركعات.